شفت الكورة القوية دي؟ ضربتها في صباعي قال لي ما كان أقول واي. بتحب الكورة؟ نعم أكتر شيء. أحكيلك دار أحكيلك شنو؟ أحكيلك عن حياتي ولا عن شبابي ولا عن شبابك اللي راح ضاع. نقول يا ريت شبابي ضاع ودعوت تاني لحظة بنسيتك ولا نساني لكن الرياضة الآن اللي بيتكلموا عنها الناس إنه دارين يعملوا فريق لكرة القدم النسائي يلعب في دوري السودان وأكثر من ذلك يلعب خارج السودان في أوروبا في أمريكا في أفريقيا. عاداتنا وتقاليدنا كده يا ريت. اللي ما بيلبس طرحة صامولته ما مركبة زي الناس. أيوة. قدم نسوية في السودان؟ أبداً. هل تشجع أفراد أسرتك الانخراط في الرياضات النسوية؟ لا لا. هل تعرف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا؟ سجمي. هل تعتقد أن هناك علاقة بين السياسة والرياضة؟ كيف؟ ما سؤال ده.